بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس الثاني من برنامج الدرس الواحد في الحرمين الشريفين، الأول في سنته الأولى 37,400,000 38,400,000، وهو كتاب عمل اليوم والليلة للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وينعقد هذا الدرس في المسجد الحرام ليلة السبت 13 من شهر ذي القعدة 38,400,000. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الحافظ أحمد بن علي ابن محمد الكناني، أحمد بن علي ابن محمد الكناني العسقلاني الشافعي، العسقلاني الشافعي. يكنى أبا الفضل ويلقب ابن حجر نسبة لأحد أجداده، ويلقب أيضا شهاب الدين، ويلقب أيضا شهاب الدين لما جرت به عادة المتأخرين من ترقيب من اسمه محمد بهذا اللقب. والألقاب المضافة إلى الدين أقل أحوالها الكراهة، وهي من محدثات العجم، فلم تكن العرب تعرفها. ويلقب أيضاً أمير المؤمنين في الحديث، ومعنى هذا اللقب إيش؟ ايش معنى لقب امير المؤمنين في الحديث؟ نعم، ايش الذي يعرفه من الروايات اكثر ممن لا يعرفه؟ نعم، ايش الذي له باع واسع في الروايه والدرايه؟ احمد، من ذكره؟ لا تقول أنت، لأننا نحن لا نريد الطلبة أن يعرفوا فقط ماذا نقول، ينبغي أن يعرفوا أن هذه الفوائد التي تؤخذ بالمناقيش يحافظ عليها. وهو سمعني قبل أن أقول أقدم من فسره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل أن أمير المؤمنين في الحديث معناه المقدم على أهل عصره فيه، المقدم على أهل عصره فيه. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في شهر شعبان 73,700، ولد في شهر شعبان 73,700. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في شهر ذي الحجة، في شهر ذي الحجة 52,800، وله من العمر 79 سنة، وله من العمر 79 سنة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب عمل اليوم والليلة، اسم هذا الكتاب عمل اليوم والليلة، وذكر الجزء في صدره
باعتبار قدره، وذكر الجزء في صدره باعتبار قدره. فأنت تجد من عادة من سبق أنهم يقولون جزء في الإيمان، جزء في كذا، يريدون به التعريف بقدره. فالجزء في اصطلاح المتقدمين ما صغر وقل حجمه، ما صغر وقل حجمه. وقدره الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء كم؟ 20 ورقة في ترجمة ابن عساكر. قدره الحافظ الذهبي في ترجمة ابن عساكر من السير ب20 ورقة. والمقصد الثاني بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب هو ما أشار إليه بقوله في صدره: انتقيت في هذا الجزء 20 حديثاً من صحاح الأحاديث وحسانها فيما يقوله المكلف في يومه وليلته. فهذا مضمن هذا الكتاب بلسان مصنفه رحمه الله. المقصد الثالث توضيح منهجه. رتب المصنف تلك الأحاديث مشاراً إليها بعدها، رتب المصنف رحمه الله تلك الأحاديث مشاراً إليها بعدها، فقال: الحديث الأول، ثم أتبعه الحديث الثاني، حتى استتم العدد كما وعد 20 حديثاً. وهو يذكر الحديث النبوي مقروناً بمخرجه، مقروناً بمخرجه من المصنفين في الحديث. وربما بين رتبته بالنقل عن غيره، وربما بين رتبته بالنقل عن غيره كابن حبان والحاكم. وأشار قليلاً إلى رتبته كما يراه هو، فحكم على بعض الأحاديث بنفسه، ولعلها حديث واحد أو حديثان كما سيأتي معنا. وأخلاها المصنف رحمه الله من الزيادة على ذلك، سوى ضبط لفظة في موضع واحد، سوى ضبط لفظة في موضع واحد، وهي قوله وشركه في أحد الأحاديث كما ستأتي. نعم. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. بإسنادكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه جزء في عمل اليوم والليلة، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. هذا السطر الأول من الناسخ، السطر الأول الذي تركه القارئ من الناسخ، فلا يعد من كلام المصنف. أول كلام المصنف: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال: الحمد لله، ووقع هنا: وسلم على عباده الذين اصطفى، وأظنه خطأ من نشرته المطبوعة. فالمعروف في كلام أهل العلم أنهم يقولون: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، ففي إثباتها فعلا شيء. والأقرب أنها اسم كما قرأ القارئ: وسلام على عباده الذين اصطفى. نعم. أحسن الله عليكم. أما بعد، فقد انتقيت في هذا الجزء 20 حديثا من صحاح الأحاديث وحسانها فيما يقول المكلف في يومه وليلته، نفع الله تعالى به قارئها وكاتبها ومن سمعها بمنه وكرمه. آمين. آمين. ذكر المصنف رحمه الله في ديباجة كلامه أنه انتقى 20 حديثا من الأحاديث النبوية، جعلها مخصوصة بما كان صحيحا أو حسنا مما يقوله العبد الذي أشار إليه بقوله المكلف. فاسم المخاطب بالأمر والنهي في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو العبد،
وأما اسم المكلف فهذا نشأ من اصطلاح حادث هو اصطلاح التكليف، وفي هذا الاصطلاح ما فيه، فإنه اصطلاح مبني على قول نفاة الحكمة والتعليل عن أفعال الله، ولهذا أنكره جماعة من المحققين منهم ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. فالموافق للخطاب الشرعي السالم من الإيراد والاعتراض هو أن يقول المرء نيابة عن المكلف أن يقول العبد، كقول المصنف هنا فيما يقوله المكلف كان اللائق أن يقول فيما يقوله العبد، ثم قال في يومه وليلته. واليوم والليلة اسمان لطرف اليوم كله، نهاره وليله اسمان لطرف اليوم كله نهاره وليله، فيقال اليوم مرادا به النهار، ويقال الليلة مرادا به مرادا بها الليل، وقد يطلق اسم اليوم مرادا به الليل والنهار، وقد يراد يطلق اسم اليوم مرادا به الليل والنهار، وهذا أصل وضعه في اللسان العربي، فالعرب إذا أطلقت اسم اليوم فإنها تريد الليل والنهار، وتارة يقع هذا في خطاب الشرع، وتارة يخص خطاب الشرع فيه اليوم بالنهار، كقوله صلى الله عليه وسلم من صام يوم عرفة الحديث، فيوم هنا يراد به نهار يوم عرفة. واسم العمل والليلة أوسع من اسم الصباح والمساء، واسم اليوم والليلة أوسع من اسم الصباح والمساء، فالصباح مقدمة اليوم والمساء مقدمة الليلة، الصباح مقدمة اليوم والمساء مقدمة الليلة. وما جاء في أذكار الصباح فهو من جملة ما يكون مطلوبا في أذكار اليوم، لكنه يكون مخصوصا بهذا الوقت، وما جاء من أذكار المساء يكون مطلوبا في الليلة لكنه يكون مخصوصا بهذا المحل، وأما ما جاء في اليوم أو الليلة فهو أوسع من الصباح والمساء، فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده، أو هذا ورد الصباح المساء يرد عليه إشكال، لكن قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة، هذه تعم اليوم كله فلا تختص بالصباح، لكن لو جاء بها في ذكر الصباح مريدا بها ذكر اليوم وقعت في اليوم أم لم تقع؟ وقعت، لكن ما كان في أذكار الصباح لو جاء به في بقية اليوم صار واقعا في الصباح أم لم يقع؟ لم يقع، ولذلك اسم عمل اليوم والليلة أوسع من اسم أذكار الصباح والمساء، لكن من شاء أن يجمع الأذكار الواردة معلقة باليوم أو الليلة في الصباح أو في المساء صح منه ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود البدري في البخاري من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، فإن وقت قراءتها يكون متى؟ في الليلة، يعني من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فهذا اسم الليلة، لكن من بادر بها فقد بادر بتحصين نفسه، فلو أنه جاء بها في أذكار المساء كان ذلك سائغاً، لكن لو أخرها عن أذكار المساء ثم جاء بها في وقت متأخر من الليل يكون جاء بها في وقتها أم في غير وقتها؟ يكون جاء بها في وقتها، يكون جاء بها في وقتها. والمصنف رحمه الله ذكر من هذه الأحاديث ما يقال في الصباح والمساء، وربما ذكر شيئاً مما يقال في الليلة، فمنه ما عم ومنه ما خص. وذكرنا أن الصباح مقدمة اليوم، ومبتدأه طلوع الفجر الثاني، ومنتهاه طلوع الشمس، مبتدأه طلوع الفجر الثاني ومنتهاه طلوع الشمس، فهذا محل أذكار الصباح. وأما المساء فمبتدأه غروب الشمس ومنتهاه غياب الشفق الأحمر، وهو وقت صلاة، وهو دخول وقت صلاة العشاء،
فمبتدأ المساء إذا غربت الشمس ومنتهاها إلى أن يدخل وقت العشاء، هذا أعدل الأقوال في المسألة. والقول بأن المساء يبتدئ في الأحكام الشرعية من الليل هو الموافق لخطاب الشرع، وسيأتي معنا من الأحاديث ما يدل على ذلك. نعم. ثم قال المصنف هنا آمين بعد قوله نفع الله بها، يعني آمين دعاء بعد الدعاء، يصح هذا ولا ما يصح؟ يعني الإنسان لو قال اللهم اغفر لي آمين، اللهم ارحمني آمين، يصح منه ولا ما يصح؟ يصح، لأن معناها اللهم استجب، فهي دعاء بعد دعاء، فهي دعاء بعد دعاء. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا أمن الإمام فأمنوا، مع قوله إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فالإمام يؤمن بعد قراءة سورة الفاتحة، والفاتحة هي دعاء، هي دعاء. وكذلك انعقد الإجماع على أن المنفرد إذا صلى وقرأ الفاتحة يشرع له أن يقول آمين، فهو يدعو بالفاتحة ثم يقول آمين، فآمين بعد الدعاء جائزة لا شيء فيها. نعم. أحسن الله عليك. قال الحديث الأول عن شداد بن أوس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا قالها حين يمسي فمات دخل الجنة، وإذا قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، أخرجه البخاري. قوله أبوء بفتح الهمزة وضم الباء الموحدة بعد الهمزة معناه أعترف. نعم. ذكر المصنف رحمه الله الحديث الأول من الأحاديث العشرين، وهو حديث شداد بن أوس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيد الاستغفار، الحديث رواه البخاري، فهو من أفراده عن مسلم، وأتبعه ببيان معنى هذه الكلمة، فهذا موضع ثاني غير الموضع الذي ذكرته لكم. فقال قوله أبو بفتح الهمزة وضم الباء الموحدة بعد الهمزة معناه أعترف، وأصل كلمة أبو أي أرجع، أصل كلمة أبو أي أرجع، والاعتراف من معاني الرجوع، والاعتراف من المعاني المستكنة في لفظ الرجوع. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر سيد الاستغفار، أي أعظمه وأعلاه ومقدمه، أي أعظمه وأعلاه ومقدمه، فأعظم ما يحصل به الاستغفار هو هذا الذكر الوارد في الحديث. وقوله فيه وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، هذا العهد والوعد الذي يكرره المسلم إذا أصبح وأمسى هو المذكور في سورة الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، فإن العبد إذا قال الجملة الأولى قال الله هذا بيني وبين عبدي، أي عهد بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، فالعهد والوعد المتكرران في اليوم والليلة هما المذكوران في سورة الفاتحة، وهما اللذان يشير إليهما العبد بهذا الذكر عند قوله، وهذا أحسن الأقوال في المعنى المراد بالعهد والوعد. واضح؟ طيب لو قال قائل وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أنا على عهدك يعني من عبوديتك والاستعانة بك على ما أستطيع، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هذا واضح، لكن ووعدك ما استطعت كيف؟ والجواب أن وعد الله هو رحمته ودخول العبد جنته، أن وعد الله هو رحمته ودخول العبد جنته، ومنتهاه منها على ما له من العبودية، ومنتهاه منها على ما له من العبودية، فهو يحصل منها ب
باعتبار وعد الله بما قدر عليه من القيام عليها، بما قدر عليه من القيام بما يوصل إليها. فالناس متفاوتون في هذا بمقدار ما لهم من العبودية. نعم. قال رحمه الله: ثم هذا الحديث لفظه إذا قاله حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، وإذا قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، فلعل كلمة من ليلته سقطت، وسيأتي لها نظائر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي ثلاث مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضره حمة أو حمة تلك الليلة. أخرجه الترمذي وأصله في صحيح مسلم. قوله حمى بضم الحاء المهملة وتخفيف الميم بعدها هاء التأنيث السم، وقيل حدته. قال بعض رواة هذا الحديث في الترمذي: كان أهلنا يقولون ذلك فلدغ جارية منهم فلم تجد لذلك وجعا. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن، وصححه ابن حبان. ذكر المصنف رحمه الله الترجمة الثانية في قوله الحديث الثاني، وذكر فيها حديثين، ومثل هذا سائغ عندهم، فقد يترجم بقوله الحديث الثاني ثم يذكر حديثين أو أكثر باعتبار اجتماعهما في معنى، من كون الثاني من كون المتأخر تابعاً للأول. فعمدة هذه الترجمة الحديث الثاني هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي ثلاث مرات أعوذ بكلمات الله التامات الحديث. قال: أخرجه الترمذي وأصله في صحيح مسلم، وهو حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد لدغته عقرب البارحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يصبك شيء. وهذه الرواية عند مسلم تدل على أن المحفوظ قولها مرة واحدة، وأن ذكر الثلاث شاذ، وأن ذكر الثلاث شاذ، فالمحفوظ أن هذا الذكر يقال مرة واحدة كما وقع في صحيح مسلم. ولهذا قال المصنف: أخرجه الترمذي وأصله في صحيح مسلم، تنبيها إلى اختلاف اللفظين. ثم بين معنى الحمى بأن الحمى هي السم بفتح السين، وتضم وتكسر أيضا، وقيل حدته يعني شدته. ثم نقل أن بعض رواة هذا الحديث في الترمذي قال: كان أهلنا يقولون ذلك فلدغت جارية منهم فلم تجد لذلك وجعا. ثم ذكر حديثا آخر لم يفرده بترجمة باعتبار كونه تابعا للحديث الأول. فما الصلة بين الحديث الأول والثاني في هذه الترجمة حتى جعل الأخير تابعا للأول؟ والصلة بينهما طلب دفع الضرر، والصلة بينهما طلب دفع الضرر، ولهذا جعل الحديث المتأخر تابعا للأول في ترجمة واحدة، وهو حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم الحديث. رواه الترمذي وصححه ابن حبان، وهو حديث حسن، وهو حديث حسن. طيب، أنا بسألكم سؤال: الليلة متى تبدأ؟ بعد غروب الشمس، بنص القرآن في قوله: ثم أتم الصيام إلى الليل.
في أحد يخالف هذا؟ في أحد يخالف؟ ها؟ يوم عرفة إيش فيه؟ الليلة تكون في النهار؟ إيه، ما نقول اللي بعده ولا اللي قبله، إحنا نقول متى تبدأ، هذه مسألة ثانية. تبدأ بغروب الشمس. إذن في هذا الحديث التصريح بأن أذكار المساء تكون بعد غروب الشمس، لأنه قال ما من عبد يقول في صباح كل يوم، فالصباح بعض اليوم، ثم قال ومساء كل ليلة. متى يكون المساء؟ إذا دخلت الليلة. إذا دخلت الليلة فإذا دخلت الليلة صار اسم المساء. فمما يشرع له أن يقوله أن يقوله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، يقوله 3 مرات. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، أخرجه الحاكم في صحيحه وأصله في صحيح مسلم. ذكر المصنف رحمه الله الحديث الثالث وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، ثم عزاه إلى الحاكم، وأصله في صحيح مسلم وهو المحفوظ بلفظ لم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. لم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. فرواية الحاكم في ماذا تخالف رواية مسلم؟ في أمرين، أحدهما في العدد، فرواية الحاكم العدد ينتهي إلى كم؟ إلى 100، إلى 100. وأما في رواية مسلم لا حد لها إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه، أو زاد عليه. وقوله زاد عليه فيها تفسيران، أحدهما زاد عليه ذكرا من جنس هذا، زاد عليه ذكرا من جنس هذا، والآخر زاد عليه ذكرا آخر، زاد عليه ذكرا آخر، وكلاهما معنى صحيح. فالذي يقتصر على قول سبحان الله وبحمده 100 مرة ثم يأتي آخر فيزيد عليه بقول سبحان الله وبحمده 110 مرات فالثاني أكمل من الأول. وكذا لو أن الثاني زاد فقط أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات فإنه قد يكون قد زاد عليه. فالأول أنه الخلاف في العدد، والثاني في الجزاء، في الجزاء. فهنا في هذا الحديث غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وأما في مسلم فالجزاء أنه لا يكون أحد مثله، أنه لا يكون أحد قد جاء من العمل الصالح بمثله. فإن قال قائل أنا متأكد أن ذكر سبحان الله وبحمده في الصحيحين فيه غفرت له ذنوبه مثل زبد البحر، ايش تقولون؟ موافق يا وائل ولا لا؟ موافق. في ايش؟ لا لا، في سبحان الله وبحمده ذكر آخر ولا سبحان الله وبحمده؟ لكن إيه، لكنه من عمل اليوم. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، هذا أيضا في الصحيح من حديث أبي هريرة. لكن متى وقت قوله؟ في اليوم، وهو أوسع من الصباح. فصار عندنا أن سبحان الله وبحمده يشرع الإتيان به ذكرا في موضعين، أحدهما في الصباح والآخر في اليوم، أحدهما في الصباح والمساء والآخر في اليوم. والفرق بينهما أن اليوم أوسع من الصباح والمساء،
فلو أن إنساناً قال سبحان الله بحمده بعد الظهر 100 مرة يكون قد جاء بها بأذكار الصباح أم لم يأتي؟ لم يأتي، لأن هذا ليس وقتاً للصباح، لكن يكون قد أتى بها في أذكار اليوم أم لم يأتي؟ يكون قد أتى بها. طيب، فإن أتى بها في الصباح مريداً ذكر الصباح واليوم فماذا يفعل؟ يقولها 200 ولا يقولها 100؟ يقولها 100 وينويهما معاً، فيقولها 100 وينويها عن الصباح وعن اليوم. وأكمل منه أن يقولها في الصباح 100 مرة ثم يأتي بها في بقية يومه 100 أخرى، فإن هذا أكمل في الأجر وأصدق في العمل، بأن يبقى الإنسان ذاكراً لربه بقول سبحان الله بحمده في يومه حتى يحصل من ذلك 100 مرة. نعم. قال رحمه الله: الحديث الرابع عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثًا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، فإن قالها أربعًا أعتقه الله من النار. رواه أبو داود واللفظ له، والترمذي والنسائي، وزاد بعد قوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. ذكر المصنف رحمه الله الحديث الرابع من عمل اليوم والليلة، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك. الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وهو حديث فيه اختلاف كثير سنداً ومتناً، والمحفوظ أنه من أذكار الصباح فقط، فروايته بذكر الصباح بهذا اللفظ حسنة ثابتة، ومن أهل العلم من يصححها، والأقرب ثبوت هذا الحديث، لكن مقيداً بأذكار الصباح دون المساء. يقوله العبد إن شاء مرة وإن شاء مرتين وإن شاء ثلاث وإن شاء أربع، فإن قاله مرة عتق منه ربعه من النار، وإن قالها مرتين عتق نصفه، وإن قالها ثلاثاً عتق ثلثاه وثلاثة أرباعه، وإن قالها 4 مرات عتق أجمع من النار، فيكون الأكمل قولها 4، فيكون الأكمل قولها 4، لكن من اقتصر على الواحدة أو اثنتين أو الثلاث فقد اقتصر على بعض الوارد، لكن الأفضل تكميلها بالإتيان بها 4 مرات، فإذا أتى بها 4 يكون قد عتق من النار. وهل يشرع للعبد مع ما جاء في الأخبار من الأعمال المشروعة التي تعتقه من النار كهذا الذكر، هل يشرع له أن يقول اللهم أعتقني من النار؟ هل يشرع ولا ما يشرع؟ ارفع صوتك، يشرع ولا ما يشرع؟ يشرع يشرع. طيب، يقول قائل معناه أنه كأنه يسأل أن يدخل النار ثم يخرج منها، أن يدخل النار ثم يخرج منها، إيش؟ أن يكتب له العتق من النار قبل دخولها. من أين جئت بهذا المعنى؟ الجواب أن من كره هذا لأجل ما توهم من أنه يكون بعد دخولها مدفوع بأن الله عز وجل جعل لكل عبد مقعدين، مقعد في النار ومقعد في الجنة، ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما منكم من أحد إلا وله مقعدان، مقعد في النار ومقعد في الجنة. فقوله اللهم اعتقني من النار
هو سؤال لله أن يعتقه من هذا المقعد، أن لا يكون مآله إليه، فحينئذ لا يلزم أنه لا يكون عتق من النيران إلا بعد دخول، فهو يسأل العتق قبل الدخول لما أعد من المقاعد للناس كافة، أن لهم مقعدا في الجنة ومقعدا في النار. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الحديث الخامس: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك: أصبحنا وأصبح الملك لله. أخرجه مسلم. ذكر المصنف رحمه الله الحديث الخامس من الأحاديث العشرين، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله، ثم قال في آخره: وإذا أصبح قال ذلك: أصبحنا وأصبح الملك لله، أي إلى تمام الذكر. وأذكار الصباح والمساء باعتبار صيغتها نوعان، باعتبار صيغتها نوعان: أحدهما ما لا تتغير صيغته في صباح ولا مساء، ما لا تتغير صيغته في صباح ولا مساء، مثل إيش؟ سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، أو سيد الاستغفار. والآخر ما تتغير صيغته بين الصباح والمساء، ما تتغير صيغته بين الصباح والمساء. ففي الصباح يذكر الصباح، وفي المساء يذكر المساء، كهذا الحديث: أمسينا وأمسى الملك لله، فإنه إذا أصبح قال: أصبحنا وأصبح الملك لله. وقوله في هذا الحديث: ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، أي ما يكون من الخير فيها وما يكون من الخير فيما بعدها، وكذلك الشر فيما يكون فيها وفيما يكون بعدها. فأصل خلقة الليل والنهار غير مشتمل على خير وشر، فأصل خلقة الليل والنهار غير مشتمل على خير وشر، وإنما هما ظرف زمان للخير والشر، ظرف زمان للخير والشر. وهذا غير حديث عائشة في صحيح مسلم وغيره، أنه إذا رأى ريحا قال: إيش؟ ربي أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت إليه. وكذلك في الشر ثلاث، ما هي بتنتين ولا واحدة، ثلاث. طيب، خير ما أرسلت إليه واضح، أن يعني ما أمرت به. طيب، وخير ما فيها يعني ما يقع بسببها، ما يقع بسببها. باقي الإشكال اللي هو الأول: أسألك خير هذه الريح، وقال: أسألك شر هذه الريح. معناه، معناه ما وجد في أصل خلقتها من خير أو شر، ما وجد في أصل خلقتها من خير أو شر، ما وجد في أصل خلقتها من خير أو شر. فمثلاً النار في أصل خلقتها موجود الإحراق، الإحراق. والمطر موجود في أصل خلقته الرحمة، لكن الإغراق ليس في أصل الخلقة، وإنما ينشأ عنها، وإنما ينشأ بأمر الله، فقد يكون المطر مغرقاً وقد يكون غير مغرق. فما جاء في الريح يختلف عما جاء في أذكار الصباح والمساء، بأن قول العبد: أسألك خير هذه الريح، يعني الخير الذي في أصل خلقتها، وخير ما فيها أي ما يكون فيها، وخير ما أرسلت إليه يعني خير ما أمرت به. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: الحديث السادس. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
أنه كان إذا أصبح يقول: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال مثله، ولكن في آخره: وإليك المصير. أخرجه أبو عوانة في صحيحه والترمذي، وقال حسن. ذكر المصنف رحمه الله الحديث الخامس من الأحاديث العشرين، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أصبح يقول: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، إلى تمام الحديث، وهو حديث حسن. وقد قدم المصنف عزوه إلى أبي عوانة قبل الترمذي، مع أن الجاري في اصطلاح أهل العلم أن الحديث إذا كان في الكتب الستة قدم بالعزو إليها، إما اجتماعا وإما انفرادا، ولا يذكر غيرهم إلا بعدهم، فإن لم يوجدوا عزي الحديث إليهم. فلما ذكر عزو الحديث هنا إلى أبي عوانة؟ وإذا كان كذلك أحسنت، لأن كتاب أبي عوانة المعزو إليه هو المستخرج على صحيح مسلم، والمستخرجات تتبع في أحكامها أصولها، والمستخرجات تتبع في أحكامها أصولها، فالمستخرج على الصحيح الأصل كونه صحيحاً، فأراد بالعزو إلى كتاب أبي عوانة أن يعلم بأن هذا الحديث قد صححه أبو عوانة الإسرائيلي بإخراجه في كتابه المستخرج على صحيح مسلم. وقد اختلف الرواة في ذكر النشور والمصير في أي الجملتين اختلافاً كثيراً. حدا بن القيم في تهذيب سنن أبي داود إلى الترجيح بالنظر، فذكر أن الصباح وقت انبعاث وانتشار فيناسبه اسم النشور، وأن المساء وقت انقباض ورجوع فيناسبه اسم المصير. وهذا ترجيح حسن، لأن خطاب الشرع لا يأتي إلا على الوجه الموافق لمقتضى لسان العرب، وقد يرجح بلسان العرب في معنى الخطاب الشرعي، وقد يحمل الخطاب الشرعي على ما تعرفه العرب. ولذلك قوله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. العصر في هذه الآية هو وقت العصر الذي هو آخر النهار، لأن المعروف في خطاب الشرع أن العرب في الجاهلية والإسلام إذا أطلقوا اسم العصر فالمراد به هذا الوقت، فعندهم في عرفهم إرادة هذا الوقت. فكذلك اسم المصير والمرجع والمآب المناسب للوضع اللغوي أن يكون في المساء لا أن يكون في الصباح، وكذلك النشور يكون فيه الانبعاث، وهذا في الصباح لا في المساء. ومن هذا الجنس ذكر يأتي معناه باعتبار الوضع اللغوي مناسب لما جعل فيه في إحدى الروايتين، وسيأتي بإذن الله تعالى. نعم. حسن. قال رحمه الله: الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله: مر لي بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من نفسي وشر الشيطان وشركه أو شركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. أخرجه أبو داود واللفظ له والترمذي والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. قوله وشركه بكسر الشين المعجمة وكسر الراء. وقيل هذه ما تجي على قراءتك أبدا، إيش رأيكم؟ ها؟ بكسر الشين المعجمة وسكون الراء، هذا غلط، المطبوع هنا غلط، وسكون الراء بكسر الشين المعجمة وسكون الراء شركه. نعم. أحسن الله عليك. وقيل بفتحهما يعني شركه. نعم. أحسن الله عليك. أي مصائده.
ذكر المصنف رحمه الله الحديث السابع من الأحاديث العشرين، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق قال. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح. وقوله فيه وشركه فيه روايتان، إحداهما بكسر الشين وسكون الراء شرك، والأخرى بفتح الشين والراء شرك. والشرك هو الحبالة، فالمقصود حبائل الشيطان ومكايده التي يصيد بها الخلق. أي الروايتين أوسع؟ الشرك، لأن الشرك من جملة مكايد الشيطان ومصائده، فهو يجعل الإنسان شركاً بالشرك أو بالبدعة أو بالمعصية أو بغير ذلك، فله مصائد متعددة للشيطان، جعلها ابن القيم ستاً، ليس هذا محل بيانها، ولكن المقصود أن تعلم أن الشرك أعم من الشرك. والمشروع للعبد منهما أي واحدة مشروع؟ أم سعد كيف؟ يأتي بهذا مرة ويأتي بهذا مرة. والمشروع للعبد أن يأتي بهذا مرة في ذكر في وقت، ويأتي بالآخر مرة أخرى في وقت آخر، كأن يقول إذا أصبح من شر الشيطان وشركه، وإذا أمسى يقول من شر الشيطان وشركه، لكن لا يقول من شر الشيطان وشركه وشركه، فلا يجمع بينهما. لماذا؟ ليش ما يجمع بينهما؟ ما الجواب؟ للقطع، بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا اللفظ مرة واحدة لا مرتين، وهذا يندرج تحت السنن المتنوعة، يندرج تحت السنن المتنوعة، فالأذكار التي تأتي بألفاظ عدة هي من جملة السنن المتنوعة. وأحسن ما قيل في السنن المتنوعة هو الإتيان بها في حال دون حال، فيأتي تارة بهذا وتارة يأتي بذاك وتارة يأتي ربما بنوع ثالث، فالتنويع بين السنن المتنوعة في المحل الواحد هو أحسن الأقوال فيها لتحصل العبودية بجميع المنقول، وهو اختيار ابن تيمية وأبي الفرج ابن رجب رحمهم الله تعالى. ثم هذا الحديث المذكور وقع أنه يقال في ثلاثة مواضع، أحدها إذا أصبح، وثانيها إذا أمسى، وثالثها إذا أخذ مضجعه. متى؟ نعم، في الليل. إذا أخذ مضجعه يعني في نوم الليل، إذا أخذ مضجعه يعني في نوم الليل. والراجح أن أذكار النوم الواردة مخصوص بنوم الليل، مخصوصة بنوم الليل، فإن الألفاظ التي تأتي معها تدل على ذلك، كقوله في هذا الحديث وإذا أخذت مضجعك. وأخذ المضجع، المضجع اسم للفراش الذي ينام فيه المرء في الليل، هذا يسمى مضجع. والعرب إنما كانت تعد موضعاً خاصاً لنوم الليل، هذه عادة العرب أنهم يعدون لنوم الليل موضعاً خاصاً. أما نوم النهار فينام الرجل حيث هو، فكان أحدهم ينام عند إبله أو ينام في كهف أو ينام في مقام ليس متخذاً أصلاً لنوم الليل. فالأحاديث الواردة تدل على أن الأذكار الواردة في النوم هي لنوم الليل، وهو أحد قولي أهل العلم، والله أعلم. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله الحديث الثامن، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هذه الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أخرجه أبو داود واللفظ له، والنسائي وصححه الحاكم وابن حبان. ذكر المصنف رحمه الله الحديث الثامن من الأحاديث العشرين
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هذه الدعوات. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وابن حبان، وهو حديث صحيح. وقوله فيه: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، أي أن يأتيني العذاب أسفل مني، أي أن يأتيني العذاب أسفل مني. ووقع عند أبي داود وغيره أنه قال: قال وكيع، يعني ابن الجراح: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي الخسف، أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي الخسف. وهذا باعتبار ما يعهدون من العذاب، أنه يأتي من أسفل العبد خسفاً فيخسف به. ثم في الأزمنة الأخيرة تجدد النسف، وهو ما يأتي من أسفل العبد ثم يلقيه بعيداً، فلا ينحصر معنى الاغتيال من تحت في الخسف، لكنه هو أكثر ما يعرف وما ورد، بل يندرج فيها الخسف والنسف، والجامع لهما أن العذاب الآتي من سفل يسمى اغتيالاً من تحت. ووقع في هذا الحديث أن العبد يسأل ربه سبحانه وتعالى الحفظ من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن إيش؟ فوقه. وفي توعد الشيطان وقع فيه: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن والفوق، ها؟ طيب وفي الحديث من فوقي. والجواب أن الله منع على الشيطان التسلط على ابن آدم من علو، لاختصاص الله بالعلو، لاختصاص الله بالعلو، أشار إلى هذا ابن القيم. وأما القدر النازل من الله فيكون من كل جهة، لأنه حكم الله. وأما القدر النازل من الله فإنه يكون من كل جهة لأنه حكم الله، ولهذا ذكرت الفوقية في هذا الحديث. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: الحديث التاسع عن عبد الله بن غنام رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود واللفظ له والنسائي. ذكر المصنف رحمه الله الحديث التاسع من الأحاديث العشرين، وهو حديث عبد الله بن غنام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح. الحديث رواه أبو داود والنسائي، وهو حديث حسن. ووقع لفظه: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. ثم بعدها: فقد أدى شكر يومه، فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. فهذا الذكر يحصل به شكر الله سبحانه وتعالى في اليوم والليلة، يحصل به شكر الله سبحانه وتعالى في اليوم والليلة. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: الحديث العاشر عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال لأبيه: إني أسمعك تدعو كل غداة: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. تقولها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستن بسنته. أخرجه أبو داود واللفظ له والنسائي. ذكر المصنف رحمه الله الحديث العاشر من الأحاديث العشرين، وهو حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه، يعني أبا بكرة، واسمه نفيع بن الحارث، كمل طيب، الثقفي، نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه،
أنه قال إني أسمعك تدعو كل ليلة كل غداة اللهم عافني في بدني. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده ضعيف. طيب لو قال قائل هذه الأذكار التي يقع تضعيفها من بعض أهل العلم ما المحذور في ذكرها من أذكار الصباح أو المساء لو أن إنسان أراد أن يعمل بها؟ يا محمد، لأن الذكر المؤقت في الصباح والمساء عبادة محددة بوصفها وعددها، فإذا لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعبد بها العبد، ويكون محل هذا في الأحاديث التي اتفق أهل العلم على ضعفها. هذه مسألة مهمة، يعني لو أن هناك حديث من أحاديث أذكار الصباح والمساء صححه أحد المعظمين في الحديث فإنه لا يسعك أن تمنع أحداً يتعبد به، فهو يتعبد به لأن من أهل العلم من صححه. لكن لو كان هذا الحديث مما لم يصح اتفاقاً فحينئذ يمتنع التعبد به بتقييده في هذا المحل، لأن الذكر عبادة وهي موقوفة على ورود دليل صحيح، فإذا عدم لم يعمل به العبد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله الحديث العاشر الحادي عشر أحسن الله إليك الحديث الحادي عشر عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال إذا أصبح وإذا أمسى رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا كان حقا على الله أن يرضيه. أخرجه أبو داود واللفظ له والترمذي والنسائي وصححه الحاكم. ذكر المصنف الحديث الحادي عشر من الأحاديث العشرين، وهو حديث رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا وقع مبهما فلم يسمى، أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال إذا أصبح وإذا أمسى. الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وهو حديث حسن، ووقع في رواية النسائي وأحمد أنه يقولها ثلاثا وهو المحفوظ، أنه يقولها ثلاثا وهو المحفوظ، ويقول إذا أصبح وإذا أمسى رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. طيب هذا الدعاء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، هذا الذكر ما هو الوقت الآخر الذي يشرع قوله فيه؟ سم إيش؟ في الأذان ولا بعد الأذان ولا عند الأذان؟ ما الدليل؟ إيش؟ هذا وش هو؟ أنا أشهد هذا في الحديث ولا أنت تقولها؟ فيصير تقال متى؟ إيش؟ أي بعد الشهادتين. أحسنت. فالروايات المطلقة تحمل على هذا التقييد، فقول العبد عند الأذان كما جاء في حديث أبي سعيد وغيره رضيت الله ربا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، هذه تقال بعد الشهادتين إذا فرغ من الشهادتين فقال أشهد أن محمد رسول الله، قلت أنت أشهد أن محمد رسول الله، ثم قلت وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فهذا أحسن الأقوال الثلاثة. فمن أهل العلم من يرى أنه يقال إذا أذن المؤذن أي إذا شرع يؤذن، ومنهم من يقول أنه يقولها إذا فرغ من الأذان، ومنهم من يقول أنه يأتي بها بعد الشهادتين، وهذا أظهر لما وقع مفسرا في رواية لمسلم أنه يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، فالشهادة هذه لا تكون إلا بعد قوله أشهد أن محمدا رسول الله. نعم. أحسن. قال رحمه الله الحديث الثاني عشر عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا أصبح
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. أخرجه أبو داود واللفظ له والنسائي وابن ماجه. ذكر المصنف رحمه الله الحديث 12 من الأحاديث 20، وهو حديث أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو حديث حسن. وهذا الحديث قد اختلف به الرواة اختلافا كثيرا، فمنهم من ذكر عدد 10، ومنهم من ذكر عدد 100. والأحاديث الواردة في ذلك على الوجه المحفوظ أن 10 من أذكار الصباح والمساء، وأما 100 فمن أذكار اليوم والليل. أن 10 من أذكار الصباح والمساء، وأما 100 فمن أذكار أن 10 من أذكار الصباح والمساء، وأما 100 فمن أذكار اليوم والليلة. وأخطأ بعض الرواة فجعلوا ذكر 10 لصلاة الفجر والمغرب، وأخطأ بعض الرواة فجعل ذكر 10 لصلاة الفجر والمغرب، فإنهم رووه بالمعنى وجعلوا الصباح محله صلاة الفجر، وجعلوا المساء محله صلاة المغرب. والمحفوظ أن 10 بعد في أذكار الصباح والمساء، ومن اعتاد أن يأتي بأذكار الصباح بعد الفجر وأذكار المساء بعد المغرب قال 10 حينئذ، لكنها ليست من جملة أذكار الصلاة، وإنما شيء زائد عن ذلك يكون في أذكار الصباح بعد المغرب، وفي أذكار يكون في أذكار الصباح بعد الفجر، وفي أذكار المساء بعد المغرب. وقوله وكان في حرز من الشيطان، يعني كان في حفظ وحصن ووقاية من شر الشيطان. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: الحديث 13. وعن بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله وبحمده، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. من قالهن حين يصبح حفظ حتى يمسي، ومن قالهن حين يمسي حفظ حتى يصبح. أخرجه أبو داود واللفظ له والنسائي. ذكر المصنف رحمه الله الحديث 13، وهو حديث بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا وقعت مبهمة ولم تسمى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله وبحمده، لا قوة إلا بالله. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي، وهو حديث ضعيف. نعم. السلام عليك. قال رحمه الله: الحديث 14. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت، إلى قوله: وكذلك تخرجون. أدرك ما فاته في يومه ذلك. ومن قالهن حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته. أخرجه أبو داود. ذكر المصنف رحمه الله الحديث 14 من الأحاديث 20، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يصبح. الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف. ووقع في هذا الحديث قوله: أدرك ما فاته في يومه ذلك، وقال في الرواية الثانية: أدرك ما فاته في ليلته. فما معنى هاتين الجملتين؟ ما فاته من أحسن، أدرك ما فاته من تحصيل الكمالات والوقاية من شر الآفات. أدرك ما فاته من تحصيل الكمالات والوقاية من شر الآفات،
فيكون نائبا في إحراز ما سبق مما يطلبه العبد في كماله وفي الوقاية من شره. فإن قال قائل: كيف تبين هذا المعنى وأنت تقول الحديث ضعيف؟ ما الجواب يا إبراهيم؟ طيب يا محمد ايش؟ يعني ان هذا قال الاخ ان معرفة معناه تنفع اذا وقفت على من صححه، فمن اهل العلم من يرى هذا الحديث ثابتا، لكن الاقرب انه ضعيف. هذا الجواب الاول. والجواب الثاني ايش؟ لماذا؟ قل اخونا الجواب الثاني ان عاده اهل العلم جرت على شرح الاحاديث الضعيفه، لا تجدون احد شرح كتاب قال انا اشرح الصحيح الضعيف ما اشرحه، ما تجدون ابدا، لان المقصود بيان المعاني الصحيحه وان ضعفت الالفاظ المرويه فيها. فالمعنى هذا صحيح، المعنى هذا صحيح، أن العبد يؤمر بإحراز ما فاته من الكمالات وما يتوقاه من السيئات، فتارة تكون المعاني صحيحة وإن كانت الألفاظ التي رويت في ذلك الحديث ضعيفة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الحديث 15 عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة: تقولين إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أخرجه النسائي وصححه الحاكم. ذكر المصنف رحمه الله الحديث 15 من الأحاديث 20، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولين، قال لفاطمة وهي ابنته رضي الله عنها: تقولين إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم. الحديث أخرجه النسائي وصححه الحاكم، وهو حديث حسن، فمن الأحاديث المشروعة إذا أصبح المرء وإذا أمسى أن يأتي بهذا الذكر، فيقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، إلى تمام هذا الحديث. وهذا الحديث فيه فائدتان عظيمتان دون سائر فوائده، فوائد كثيرة لكن فيه فائدتان تشتد إليهما الحاجة. أحدهما أن الله سبحانه وتعالى يتوسل إليه بصفاته، أن الله يتوسل إليه بصفاته وإن لم تدعى تلك الصفات، كقوله برحمتك أستغيث، أي أتوسل إليك برحمتك أن تغيثني، أي أتوسل إليك برحمتك أن تغيثني، فهذا من التوسل بالصفات الإلهية. أما دعاء الصفات الإلهية فلا يجوز، كقول العبد يا رحمة الله أو يا كرم الله، فهذا لا يجوز. وقد نقل ابن تيمية إجماع أهل العلم على كونه كفراً، على كونه كفراً، لأن من دعا صفات الله وقع أنه سأل غير الله سبحانه وتعالى، وقع أنه سأل غير الله سبحانه وتعالى، وإن كانت صفات الله منه غير بائنة عنه، لكن اللفظ يشعر بهذا، فنهي عنه وجعل كفرا، وجعل كفرا. ومن شيوخنا من فرق بين سؤال وجه الله دون غيره، فقال إذا قال يا وجه الله فليست من هذا الباب، بخلاف إذا قال يا رحمة الله أو يا مغفرة الله أو يا يد الله. لماذا فرق؟ لأن الوجه يقع في كلام العرب مشارا به للذات، فكأن القائل الداعي يا وجه الله يقول يا الله، وهذا وجه حسن، وهذا وجه حسن، لأن مأخذ المنع ليس موجودا في هذه الكلمة،
لأن مأخذ المنع ليس موجودا في هذه الكلمة، والله أعلم. والفائدة الأخرى أن العبد في هذا الذكر يبرأ إلى الله من حوله وقوته في قوله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فهو يتبرأ من هذا، فيعلم حينئذ أن الجاري في كلام الناس من قولهم يجب على الإنسان أن يثق بنفسه أنه لا يجوز، فإن الثقة بالنفس ممنوع منها شرعا، لأن العبد هنا يقول لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فلا يجعل للعبد لنفسه في نفسه ثقة، لأن نفس الإنسان لا تغني عنه شيئا. ولذلك سئل شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله هل تجب الثقة بالنفس؟ قال بل لا تجوز، يعني لا يجوز الإنسان يثق بنفسه، لأن الإنسان ضعيفة مخذولة. فإذا قال الإنسان المقصود من قولها تقوية العزائم، قيل هات لفظا لا محذور فيه، هات لفظا لا محذور فيه، فقل أشدد عزمك وانهض بهمتك وأشبه هذه الكلمات. والحكم على الألفاظ يكون باعتبار ظواهرها لا باعتبار بواطن القاصدين، هو بواطن القاصدين بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، لكن اللفظ يجب أن يكون سالما من الإعلال والإخلال. نعم. صلى الله عليك. قال رحمه الله طيب لو قال قائل ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، لم تثبت، لم ترد أصلا، لكن الكلام لو قالها، لو أن في الذكر قال ولا أقل من ذلك، لماذا؟ إيش؟ التكلف. لو كان فيها خير لقالها النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ ها؟ العبادات توقيفية. دعونا نقرر أصلا عاما، هل تجوز الزيادة في أذكار الألفاظ أم لا تجوز؟ حتى نجيب، الرجوع إلى الأصول أهم من التفاريق والفصول، ولذلك العلم المبني على قواعد وأصول يحمي المتكلم فيه من الغلط، أما الذي ينظر إلى أفراد المسائل يختل علمه، فتارة يقول كلمة يناقضها في موضع آخر لأن الأصول عنده لم تنضبط. فلذلك ما الجواب عن هذه المسألة؟ إيش؟ يقول إذا كان متعبد باللفظ فيجوز، إذا كان غير متعبد باللفظ فلا يجوز، يعني ها إيش؟ يعني ما تجوز زيادة. طيب نحن أعلم أم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الجواب؟ أنت ما الجواب؟ نحن أعلم أم الصحابة؟ الصحابة. فابن عمر في الصحيح لما ذكر تلبية النبي صلى الله عليه وسلم قال وزدت أنا لبيك وسعديك إلى آخر ما ذكر، قال زدت أنا، وصحت الزيادة في الأذكار عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. الجواب أن الزيادة على الأذكار جائزة، الزيادة على الأذكار جائزة بشرط ألا يكون المحل مقيدا بما ورد، ألا يكون المحل مقيدا بما ورد، كالصلاة، فالصلاة الأصل أن ألفاظها مقيدة بما ورد، أما الدعاء العام فهذا للإنسان أن يزيد فيه ما شاء، للإنسان أن يزيد فيه ما شاء. فمثلا من الدعاء العام مثلا سبحان الله وبحمده في اليوم والليلة، طيب لو إنسان قال سبحان الله وبحمده وأتوب إليه كان ذلك غير ممنوع منه، كان غير ممنوع منه، لكن المقيد بمحل
فهذا الأظهر أنه يبقى على تقييده، لكن الزيادة تكون حينئذ جائزة وليست مطلوبة، يعني ليست مستحبة فضلا عن تكون واجبة، فيجوز لكنها غير مطلوبة. وأما في هذا المحل فلا. لماذا؟ لأنها زيادة لا تصح معنى، كما قال الأخ، أن إذا قال الإنسان طرفة عين ولا أقل من ذلك، لا يوجد ما هو أقل من ذلك، لا يوجد ما هو أقل من ذلك، فأقل ما يكون هو طرفة العين، فما هو أقل مندرج في قوله طرفة عين، فلا أقل من الحد الذي انتهى إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: الحديث 16. عن عبد الرحمن بن أبزة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رواه النسائي بسند صحيح. ذكر المصنف رحمه الله الحديث 16 من الأحاديث 20، وهو حديث عبد الرحمن بن أبزة أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: أصبحنا على فطرة الإسلام. الحديث رواه النسائي وإسناده صحيح، وهو الحديث الوحيد الذي صرح فيه المصنف بالحكم قبل نفسه، فلم ينقل فيه عن أحد. وفي هذا الحديث أن العبد يأتي بهذا الذكر إذا أصبح فقط، ووقع في رواية عند أحمد أنه يقولها إذا أمسى، وهذه الرواية ضعيفة، وهذا اللفظ ضعيف من جهة الأثر والنظر، فأما من جهة الأثر فإسناده ضعيف، وأما من جهة النظر، وهذا الموضع اللي أشرنا إليكم في حديث النشور والمصير، وأما من جهة النظر فإن معنى هذا الحديث معنى معاهدة ومواثقة مع الله سبحانه وتعالى، ووقوعها في الصباح هو المناسب، وقوعها في الصباح هو المناسب، أن العبد يبرم عهدا وميثاقا مع ربه سبحانه وتعالى بهذا اللفظ، فحينئذ يكون عهد الصباح الذي افتتح به يومه كاف عن بقية اليوم. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: الحديث 17. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه. من الفوائد فائدة لطيفة، هنا وقع في الحديث على ملة أبينا إبراهيم، فالملة تضاف إلى المخلوق، تضاف إلى المخلوق، يقال ملة إبراهيم ملة كذا، لكن هل تضاف إلى الله؟ ما الجواب؟ لا تضاف إلى الله. لماذا؟ لأنه ليس له ملة. كيف ليس له ملة؟ لا تضاف الملة إلى الله لأن اسم الملة أصله من الإملال وهو الاعتياد بالسير عليها، أصله من الإملال وهو الاعتياد بالسير عليها، وهذه صفة للمخلوق أنه يدين لربه بدين يسير عليه تقربا إلى الله، فسمي ملة باعتبار سيره عليه وأخذه به، فلا يقال ملة الله وإنما يقال ملة إبراهيم ونحو ذلك. طيب، الدين يضاف إلى الله ولا لا؟ يضاف ولا ما يضاف؟ ما الدليل؟ الدين إيش؟ إن الدين عند الله الإسلام. طيب، ها؟ ارفع صوتك. أحسنت. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فالدين يضاف إلى الله، لكن هل الدين يضاف إلى المخلوق؟ ها؟ نعم. ما الدليل؟ ها؟ إيش؟ إيش؟ وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحسنت، في الحديث نفسه على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، خلافا للفيروز أبادي الذي جعل من الفرق بين الملة والدين أن
الدين يضاف إلى الله ولا يضاف إلى المخلوق. وأما في آية سورة الكافرون لكم دينكم ولي دين، هذا يقع على قراءة يعقوب بياء الإضافة، لكم دينكم ولي ديني، ونحن قراءتنا حفص عن عاصم ليس فيها ياء الإضافة، فآخرها نون إيش مكسورة وليس فيها ياء الإضافة، لكن على القراءة الأخرى فيها ياء الإضافة ويصلح أن يكون دليلا أيضا. نعم. قال رحمه الله: الحديث 17 عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه. ذكر المصنف رحمه الله الحديث 17 من الأحاديث 20، وهو حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين. الحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم، وفيه أن هاتين الآيتين وهما الأخيرتان، لقوله في رواية: من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة، فالمراد الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة، أنهما تقرآن في الليلة يعني بعد غروب الشمس، ويمتد وقت قراءتهما إلى طلوع الفجر، فهذا كله يسمى ليلة، لكن الأكمل المبادرة بها طلباً لتحصيل كفاية الله. وقوله في الحديث كفتاه، إيش معناها؟ كفتاه من قيام الليل ومن المكروه. ها خالد، ها محمد، كيف؟ ايش؟ اعد. طيب في الطلبية مثلا عن الوتر تكفيه؟ ها؟ يعني نعم، ايش؟ احسن. كفتاه من كل ما يتخوفه، كفتاه من كل ما يتخوفه، فيدخل في ذلك تحصيل الكمالات ودفع الآفات، فيدخل في ذلك تحصيل الكمالات إذا خاف أن يفوته شيء منها، وكذلك في دفع الآفات إذا خاف أن يضره شيء من تلك الآفات. نعم. قال رحمه الله: الحديث 18 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. أخرجه الدارمي وصححه الحاكم. ذكر المصنف رحمه الله الحديث 18 من الأحاديث 20، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ 10 آيات. الحديث وعزاه المصنف إلى الدارمي، وليس هو فيما انتهى إلينا من نسخه والله أعلم، وهو عند الحاكم وغيره، وصححه الحاكم، وإسناده عن أبي هريرة فيه ضعف، لكن ثبت من حديث ابن عمر، لكن ثبت من حديث ابن عمر موقوفاً عليه، موقوفاً عليه، ومثله لا يقال من قبل الرأي، ومثله لا يقال من قبل الرأي، فهو حديث حسن. وفيه أن من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، أي دفع عنه اسم الغفلة، أي دفع عنه اسم الغفلة، فرفع من ديوان الغافلين. والأحاديث الواردة في عد ما يقرأ وله فضل بالعدد أقلها 10، من قرأ 10 آيات، وجاء أيضاً من قرأ 100 آية، وجاء أيضاً من قرأ 1000 آية، ورويت أحاديث فيها مقال في 50 و100، لكن ليس شيء من الأحاديث فيه فضل عد أقل من 10، من قرأ 10 آيات، عندما قلنا فضل عد، أما باعتبار تعيين آية محددة مقيدة هذا جاء في آية
الكرسي، من قرأ آية الكرسي، لكن لم يأتي من قرأ آية واحدة، ولا من قرأ آيتين، ولا من قرأ ثلاث، ولا من قرأ خمس، وإنما أقل ما جاء فيما يتعلق بالعدد هو من قرأ 10 آيات. وهذا أصل السلف في كونهم كانوا يحفظون 10 ويتفهمون ما فيها من العلم والعمل، يعني الأحاديث الواردة في هذا هي الأصل فيما كان عليه السلف بما يتعلق بحفظ القرآن ومعرفة ما فيه من العلم والعمل. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: الحديث 19 عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ 100 آية في ليلة كتب من القانتين. أخرجه الدارمي وصححه الحاكم. ذكر المصنف رحمه الله الحديث 19 من الأحاديث 20، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ 100 آية في ليلة. الحديث رواه الدارمي موقوفاً على ابن عمر، وله حكم الرفع وإسناده قوي، فهو محفوظ عن ابن عمر رضي الله عنه بعد 100، وأن الجزاء كتب من القانتين، والقانتون هم المطيعون، والقانتون هم المطيعون، فالقنوت هو الطاعة، فالقنوت هو الطاعة. وعند الترمذي من حديث دراج أبي السامح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل قنوت في القرآن فهو طاعة، وإسناده ضعيف لكن معناه صحيح. فأصل القنوت هو المكث على الطاعة، فالذي يقرأ في الليلة 100 آية فهو مما يقع عليه اسم الطاعة، مما يقع عليه اسم الطاعة، فيكون معدودا في ديوان المطيعين. فالفرق بين قراءة 10 وقراءة 100 أن قراءة 10 بها دفع نقص، وقراءة 100 بها تحصيل كمال. أن قراءة 10 بها دفع نقص فلا يكون العبد من الغافلين، وأما قراءة 100 فبها تحصيل كمال بأن يكتب العبد من القانتين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الحديث 20 عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. أخرجه ابن حبان في صحيحه آخر الجزء والحمد لله وحده. ذكر المصنف رحمه الله الحديث 20 وهو خاتمة تلك الأحاديث، وهو حديث جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. أخرجه ابن حبان في صحيحه وهو حديث ضعيف. وهذه الأحاديث التي تقدمت منها ما هو من أذكار الصباح والمساء، ومنها ما هو من أذكار الصباح، ومنها ما هو من أذكار المساء بنص الأحاديث. مثلاً ما هو الذي جاء معنا في أذكار المساء فقط؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فهذا لفظه في صحيح مسلم: أما إنك لو قلت حين أمسيت، فذكره في المساء. طيب وفي الصباح؟ أصبحنا على فطرة الإسلام، فهذا عبد الرحمن بن أبزة في اللفظ الذي ذكره كان إذا أصبح قال، فليس في المساء. وأيضاً أبو طالب: اللهم لا، ما أصبح من نعمه إذا أمسى، قال اللهم أمسى بمن نعمها، لا هذه موجودة، سبحان الله بحمده. لحظة نبي نرجع لك، أنت خلها معك لنرجع لك يا أخي. أحسنت: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك. فهذا في الحديث هو في الصباح فقط، ولذلك أذكار الصباح والمساء باعتبار ما يقال منها فيهما أو أحدهما 3 أنواع، باعتبار ما يقال فيهما أو أحدهما 3 أنواع. أحدها ما يختص بالمساء فقط، ما يختص بالمساء فقط، وهو إيش؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وثانيها ما يختص بالصباح فقط، وهو أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص إلى آخره. والثاني: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك إلى آخره. وثالثها
ما يقال في الصباح والمساء معا، وهو نوعان أيضا. ما يقال في الصباح والمساء معا وهو نوعان أيضا. النوع الأول ما يقال فيهما بالصيغة نفسها، ما يقال فيهما بالصيغة نفسها، مثل سبحان الله وبحمده، مثل لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد لله قدير. والآخر، والنوع الآخر، ما يقال مع تغيير الصيغة، ما يقال مع تغيير الصيغة. فيقال في الصباح اسم الصباح اللهم إنا أصبحنا، وفي المساء اللهم إنا أمسينا. بقي تنبيه يتعلق بتغيير الصيغة، وهو في سيد الاستغفار، في قول العبد، في قول الداعي وأنا عبدك. فإن الداعي إذا كان امرأة لا تقول وأنا عبدك، وإنما تقول وأنا أمتك. ففي حديث ابن مسعود اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، إذا كان الداعي رجلا. فإذا كانت امرأة قالت اللهم إني أمتك، ابنة عبدك وابنة أمتك. ولو لم يكن مأمورا بذلك لم يكن هناك داع أن يقول في الحديث نفسه وابن عبدك وابن أمتك. وقد ثبت عن إبراهيم، عن أبي هريرة وسعيد المسيب، تغيير هذا في ذكر آخر للتفريق بين الرجل والمرأة، أن الرجل يقول أنا عبدك والمرأة تقول وأنا أمتك. بقيت مسألة أخرى، وهي هذه الأذكار التي تكون في الصباح والمساء، هل المشروع للعبد أن يأتي بذكر في يوم ثم ذكر آخر في يوم ثم ذكر في ثالث في يوم، أو يشرع له أن يجمع جميع أذكار الصباح فيقولها في الصباح وجميع أذكار المساء فيقولها في المساء؟ ما الجواب؟ نعم نعم ها؟ يجمعها كلها، يقول جميع ما ورد في أذكار الصباح يقوله ولا يقتصر على بعضها، يقولها جميعا يجمعها يعني. طيب ما الدليل على هذا، أو ما القاعدة التي تبنى عليها؟ هي كلها من تعليم الصحابة، لكن هل علمها كلها الواحد؟ ما الدليل على، ما القاعدة التي يبنى عليها؟ يقبل، أحسن. قاعدة المسألة أن المحل يقبل جمعها جميعاً، فالوارد في خطاب الشرع إذا كان المحل يقبله جميعاً قيل، وإذا كان المحل لا يقبله اقتصر على واحد منه. فمثلاً أنواع الاستفتاح الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكن كم يقول المصلي منها؟ واحد. لماذا يا إبراهيم؟ المحل لا يقبل. طيب من وين هذا المحل لا يقبل؟ نفس الشيء، هنا ذكر في الدعاء هذا واحد وعند واحد ثاني واحد، ها؟ لأن أبا هريرة رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنك إذا كبرت سكتت هنيهة فماذا تقول؟ فقال وعلمه واحدا، فعلم أن هذه السكتة تصلح لاستفتاح واحد، فهذا الدليل قام على أن المحل لا يحتمل إلا واحدا. وأما إذا كان المحل قابلا للزيادة مثل التسبيحات الواردة في الركوع أو الأدعية الواردة في السجود، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. فجميع ما ورد من الأذكار الأدعية في السجود تقال لأن المحل قابل لذلك، ومثله كذلك أذكار الصباح والمساء فإن المحل قابل لذلك فيأتي بها جميعا. الأخ قال شيئا ونكمل على الجواب عليه. نعم ايش؟ طيب هذا وش يكون؟ يقول سبحان الله وبحمده عدد نفسه إلى آخر، يقول ظننت أنه فيما ورد معنا ثم ذكرت أنه ليس معنا وإنما هو من أذكار الصباح، أذكار اليوم والليلة، أذكار اليوم والليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاها أتاها بعد أن انتصب الظهر،
بعد أن انتصف الظهر، فقال لقد قلت بعدك أربع كلمات، يعني أربع جمل، فيجوز أن يكون قالها في الصباح، ويجوز أن يكون قالها بعد الصباح في الضحى، فحينئذ تكون من أذكار اليوم والليلة في أصح الأقوال، وليست من أذكار الصباح في المساء، ولا كذلك من أذكار الصباح فقط، والله أعلم.